السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعملو بيتزا كوفير. لوصفة اليوم نحتاج العجينة نصف المورقة، راح تلقاو ان شاء الله الرابط تاعها اسفل الفيديو، صلصة الطماطم وصلصة البيشاميل ايضا راح نخليكم ان شاء الله الرابط تاعهم اسفل الفيديو. نحتاج قليل من الجبن المبشور، عندنا زيتون اخضر مقطع، قليل من الزعتر، حبات من الزيتون، وقليل ايضا من الجبن الطري. اللي حاب يضيف اللحم يقدر ايضا انكم تضيفوا معها اللحم المطحون. نجوزو نشوفوا طريقه التحضير. في الاول بسم الله نضع صلصه البيشاميل، نضع كامل كميه صلصه البيشاميل، نضيف لها ايضا صلصه الطماطم. صدقوني هذه الوصفه هذه والله الروعه، يعني الذوق تاعها شي رائع. نفتحوهم هكذا مليح. اللي حاب يزيد اللحم المطحون او الدجاج مطحون يقلي غير بالملح فلفل الكحل فقط، يطيبه وحده ملح فلفل الكحل، ويضيفوه ايضا الخل، نضيف عليها قليله من الزعتر هكذا، نحكوه مليح بيدنا. نخلو هذا المزيج جانبا. الان نبدا نفتح في العجين تاعي. ملي كملت فتحت العجين تاعي شوفوا الخشن تاعو، يعني ما يكونش خشين بزاف هكذا. نجيبوا الصينيه، يعني نديرو الطول تاعها، نرفعوها هكذا، نرفعو العجين تاعنا هكذا. دايما بيدينا نعاودو فقط في الأطراف نحو كامل الزوائد تاع العجين هذا. بسم الله نجيبو الخليط اللي خلطناه تاع البيشاميل مع صلصة الطماطم هكذا، نمشو ما نلحقوش الطرف، نخلو شويه فقط هكذا. نضيفوا لها الزيتون اللي غنقطع هكذا. بالنسبه للجبن دائما نحكموا السكين تاعنا نشمخوه بالماء، يعني نبلوه بالماء مليح باش ما يسقناش فيه الجبن هكذا. ونقطع كافي. بالنسبه للاضافات انتم ديروا الاضافات واش حبيتوا، نحكم شويه جبن مبشور، نديروا شويه برك هكذا، نسيت المعدنوس، ما عنديش المعدنوس، اللي حاب يضيف لها ايضا المعدنوس بهذا الشكل هكذا. نضيفوه الاول هكذا، بهذا الشكل، ما نضغطش بزاف، يعني نسبة قليلة فقط هكا اللي نضغط بها. بنفس الطريقة ننزعو الزائد تاع العجين هذا، ندورو هكذا
يعني بظهر السكين، بظهر السكين تقطعوا العجين الزائد هذاك. كاين حاجتين نسيت ما قلتلكمش عليهم، كاين حبة تاع البيض هكذا، محتاج حبة بيض، وعندي هنا طماطم راني قطعتها درت لها شوية تاع ملح، يعني راني محضرها قبل وقت، يعني ساعتين ولا قبل ما تبداو تخدموا، تقدروا تحضروها هذه نديروا لها شوية ملح، يعني باش ما يبقاش فيها الماء تاعها الطماطم، هكذا، يعني السطح نديروا له مليح، كمية مليحة تاع البيض. نبدأ نعملوا لها هكذا، الآن نبدأ نقسموا فيها. كيفاش نقسموها؟ حبيتوا تقسموها مربعات مستطيلة ترجع لكم، لكن أنا دائما نفضل نقسمها هكذا، يعني نقسموها في الوسط باش تكون سهلة، تقسموها قبل ما تطيب هكذا. حاولوا دائما كي تجوا تقسموا السكين هذه الجهة، يعني السفلى لازم تمس الصينية تحكم هي الأولى. هكذا أنا حنقسمها على ثلاثة، نفضل على ثلاثة أحسن. هكذا نعاودوا هذه اللي بقات نعاودوا لها على اثنين، نعاودوا نقسموها مثلثات. نحكموا الآن الطماطم تاعنا، نضيفوا أيضا الزيتون بهذا الشكل هكذا هكذا حتى نكملوا كامل الكمية هكذا كما راكم تشوفوا. بعد اللي كملنا حضرنا الصينية تاعنا حندخلوها الفرن على درجة حرارة 200 درجة، نخلوها حتى تاخذ اللون الذهبي. بالنسبة للفرن دائما لازم يكون مسخن يعني مسبقا. أنا كملنا حضرنا الصينية تاعنا، شوفوا الله يبارك كيفاش جات، شوفوا ما شاء الله، بسم الله. دائما قبل ما تجوا تقسموها لازم تخلوها تبرد مليح باش ما تعجن لكمش، لازم تبرد مليح. كما راكم تلاحظوا راهي الصلصه يعني ما خرجتش، يعني لاصوص تحبقت الداخل، بسم الله. شوف الله يبارك كيفاش جا، شوفوا الجبنة تاعها كيفاش يكون الداخل. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، يعني قدمت لكم فكره على الصلصات كيفاش تعملوهم، يعني صوص طوماط مع لاصوص بيشاميل. اذا كانت عجبتكم الفكره نتمنى ان شاء الله تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.